المجلس الوطني وضرورة التعجيل والإسراع في إنجازه حتى يعني يندفع كبقية المفاصل الأساسية في الدولة. وجهات النظر متقاربة بدرجة جدا كبيرة، واندفعنا لتقديم هذه التصورات وجدولنا الحلقات القادمة لملء هذه الفراغات بشكل جدي في الحكومة، سواء كان وزارات الدولة المتبقية أو وزارات الأمنية أو المجلس الوطني. كذلك جرى تقييم عام لمستقبل العلاقات العراقية الخارجية سواء كان على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد الدولي. كانت تصورات ممتازة ومتقاربة، وأترك الحديث إلى الأخوين العزيزين دولة الأخ المالكي ودولة الأخ علاوي لتفضل الحديث. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هذا الاجتماع هو جزء من سلسلة اجتماعات تعقد بين الأخ المالكي والأخ الجعفري وأنا للحديث حول ما يجب أن يحصل في العراق باتجاه بناء الدولة وبناء المؤسسات، وأيضا باتجاه وضع الأسس لسياسة خارجية تحافظ على العراق وسيادته وعلى كرامته وعلى وحدته وعلى مستقبل أيضا في المنطقة، لكي يعود لاعب أساسي في بناء المنطقة ولاعب أساسي في العالم. الأحاديث كانت إيجابية وجدية وواقعية ومتكاملة الحقيقة مع بعضها البعض، وأيضا اتفقنا في هذا اللقاء المهم على تنسيق فيما يجب أن يطرح من خلال علاقاتنا مع الدول المختلفة بحيث يكون الطرح مشترك وواحد وباتجاه واحد يخدم الوضع السياسي العراقي ويخدم الحكومة ويخدم الدولة العراقية والشعب العراقي. ونأمل أن هذه الاجتماعات بإذن الله ستستمر بهدف إيجاد قناعات مشتركة وفهم مشترك لما يجب أن يحصل في المستقبل، وإن شاء الله هذه بدايات خير وفائدة للعراق وللعراقيين بإذن الله تعالى. وشكرا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تفضل الأخوان في تقييمهم لهذا اللقاء وضرورة استمراره وما لمسناه من فائدة من خلال أجواء الحوارات واللقاءات التي نلتقي فيها، وكما أشاروا إلى القضايا التي تم التداول فيها، ولعلي أضع هذا الاجتماع في نقطتين أساسيتين ركزنا فيها على بناء الدولة كما أشار الأخوان، وبناء دولة مؤسسات، دولة قوية، دولة قادرة على أن تحقق أهدافها وأهداف الشعب العراقي الذي اختار. ولعل النقطة الثانية التي هي كنا قد عانينا منها في المرحلة السابقة، وهو مسألة التعبير عن شؤوننا الداخلية السياسية الداخلية والخارجية والأمنية. ربما تعدد الأصوات، تعدد الرؤية في المحيط الإقليمي والدولي تضر بمسار العملية السياسية، ولكن كان الاتفاق في اللقاء السابق وهذا اللقاء على أن يكون موقفنا واحد وكلامنا واحد ورأينا موحد أمام كل القضايا سواء كانت داخلية أو خارجية تتعلق بعلاقاتنا مع دول العالم. أنا أتفائل وأجد من الضرورة أن يستمر هكذا لقاء ويتوسع بشكل مستمر وتنجز كل القضايا التي أشار إليها الإخوان بأسرع وقت، لأننا يجب أن نكرس النجاح الذي حققناه في العملية السياسية التوافقية وحكومة الشراكة الوطنية واستكمال ما تبقى من مفردات، مؤكدين على ضرورة التماس الكفاءة والخبرة والصلاحية لكل الذين سيشغلون المواقع الأساسية في بناء الدولة. وشكرا جزيلا للأخ الدكتور الجعفري على إتاحة الفرصة لمثل هذا اللقاء. شكرا جزيلا. شلون عفوا؟ هل تم الاتفاق بخصوص الوزارة الأمنية؟ هل تم الاتفاق على اسماء أقصر؟ والله تداولنا في هذا الموضوع، وكان هو واحد من الموضوعات التي تم، سواء كان وزارات الأمنية أو بقية الوزارات مثل التخطيط والكهرباء والبلديات ووزارات دولة أيضا لا تزال شاغرة، والمرأة، وصار تداول بالحقيقة في هذه الموضوعات، وتداولنا حتى في الأسماء، واتفقنا على أن نتعاون على
اختيار الأفضل، وكل لديه من يعتقد بأصلحيته وكفاءته ومهنيته، سنضعها على طاولة المناقشة نحن وأخواننا الآخرين من بقية الكتل والقوائم التي تشترك معنا في هذه العملية. نعم، تم التداول بشكل مركز في هذا المجال. ناقشتم موضوع مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات الأولى؟ أنا في تقديري نعم ناقشنا هذا الموضوع، ولكن في تقديري أن القضية منجزة والقانون تقريبا حسب علمي قد استكمل، وإذا كانت هناك بعض القضايا اتفقنا على أن يلتقي مندوب منا ومندوب من الأخوة القائمة العراقية من طرف الأخ الدكتور لاستكمال الحديث ووضع اللمسات الأخيرة، وطلبنا وسنطلب أيضا من البرلمان ومن الأخ رئيس البرلمان بأن يركز خلال الأيام المقبلة على إنجاز مشروع قانون المجلس الوطني حتى يتم تشكيله ويأخذ دورة في دعم العملية السياسية، وكذلك التأكيد على قانون اختيار نواب رئيس الجمهورية أيضا يكون يكمل في البرلمان حتى يتم انتخابهم والتحاقهم بالرئاسة. شكرا جزيلا. شكرا.